العركة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هي العاصمة الاقتصادية بتاعت ألمانيا. فرانكفورت. بس احنا النهارده مش موجودين هنا عشان فلوس، احنا كده كده شحاتين، احنا جايين ناكل، كلنا بنحب الاكل، فاحنا النهارده جايين نجرب اشهر 5 مطاعم باشهر 5 اكلات بيعملوها، اذا كانت بقى بيتزا، اذا كانت برجر، ايا كانت الاكله، احنا هنجرب اشهر 5 مطاعم باشهر 5 اكلات، وخلونا نقول لكم ايه الدنيا كده. ايه، انا متبسط قوي بفيديوهات الاكل. الراجل عمل لنا البيتزا في نص دقيقة، احنا قلنا له عاوزين بيتزا نص ونص، في نص دقيقة حط الحاجة على البيتزا ورماها في الفرن، ما نشوف تقعد قد ايه لحد ما تطلع. سودي 20 متر ولا؟ يعني شكلك زي بروفيشنال. Seit wann macht ihr das hier? Heute 69. Ja, danke schön. Danke schön. Lass es dann, يعني لا. انت بجد مش عاوز تاخد فلوس؟ زبد. ايش قلت لك كان جاي؟ انا بقول بصحه وراحه. شكرا شكرا. والله العظيم جمال ودلال وحلاوه. قول بسم الله. انا بحب قوي يعني المغص قشطه صراحه. الجبنه طعمها حلو قوي قوي. والله العظيم. الله الله الله. انا مش هعمل غير فيديوهات اكل، معلش محدش يقول لي اعمل فيديوهات تانية، انا مش هعمل غير فيديوهات اكل، انا اروح اكل ببلاش خلاص. بنات كانوا بيعكسونا عادي. سو وات الجبنه حلوه قوي. ايه ده، فظيعه فظيعه. انا بالنسبه لي بحب عجينه البيتزا اللي هي مش تخينه، وهي دي كده مش تخينه وبتقرمش وطريه في نفس الوقت. ازاي ما اعرفش؟ بص انا مش عارف تسمعوا الصوت ده ولا لا. بالنسبه لي الصوت ده احلى حاجه في البيتزا. في ناس ممكن ما يحبوش بس انا بحبه. انا لو عندي تعليق وحيد بس، ان انا كنت عاوزها تبقى شويه فيها فت، يعني تبقى مدهننه شويه لان حاسسها ناشفه، حاسس ان جسمي مبطش او ممكن بس. ممكن عشان بردت مش عارف الصراحه، بس انا حاسس ان هي عاوزه شويه فت بس حلو. بعد ما تخلص اكل لازم تعمل ايه؟ ترمي البتاع في الزباله. ساكله يا جدعان. ساكله. نعم. احنا دلوقتي في قلب فرانكفورت، زي ما انتم شايفين كده المباني العاليه والناطحات السحاب. هي ناطحات سحاب دي ولا انا بسميها كده وخلاص؟ بس هي شكلها يعني، بص هي شكلها بيقول ان هي ناطحه سحاب، اذا كان بقى علميا او مش علميا انا مش مهندس معماري. كميه الناس اللي ماشيه هنا ما تحسكش ان احنا في كورونا نهائي، يعني بص بشر قد ايه. الاكله الثانيه اللي معانا النهارده هي اكتر اكله محببه عند الشعب الالماني لاكل الشوارع، وهي الكوري فورس، السوسيس بالكوري والكاتشب وبصل محمر. والراجل ده اشهر حد في فرانكفورت بيعمل الكوري فورس على حسب كلام كينو. كوري يا اوكي بس وين ماكس ده سي لا شون فوف يا كوم فيا يا Und macht ihr das kein Rückenschmerzen oder Beinschmerzen nein, oder so? Nein. زي ما انتم شايفين كده سوسيس عادي وعيش عادي وكاتشب وعليه كوري وبصل محمر. انا اول مره اجرب. بقول لك ايه؟ في حاجه مجربها احلى من كده. يا صايع يا كلب. انا كاني باكل من تحت الكوبري في اسكندريه والله. والله العظيم كاني باكل سندوتش من تحت الكوبري في اسكندريه. اكل الشارع يا اخي غير، والله اكل الشارع غير. ايه رايك يا بوبس؟ سيمبل فشخ وحلو فشخ. سيمبل فشخ. وده اشهر حد هنا في فرانكفورت بيعمل السندوتشات دي، سبحان الله، مع انه واقف بعربيه يعني. دي لقمه تعمل كده؟ ها كده اهو وتاه. كلها عيش. هم يا جماعه. ما بتتعضش. الراجل ده هيفضحنا النهارده. المطعم اللي جاي بقى هو من اشهر المطاعم في العالم كله، من اشهر الناس اللي بتعمل برجر.
وهو Five Guys. Five Guys أنا أول مرة أجربه في حياتي، دايما بسمع عنه إنه هو حاجة واو، فهنروح نشوف إذا كان فعلا حاجة واو بالنسبة لي ولا مش حاجة واو. اللي أنا اكتشفته دلوقتي إن Five Guys عنده بس 5 سندوتشات على قد الفايف بتوعه، اللي هو برجر عادي وبرجر بالجبنة وبرجر بيكن وبرجر بيكن بالجبنة وإيه الخامس وبرجر صغير. فأنا هاخد برجر بالجبنة لأني ما بحبش البرجر العادي، والبرجر اللي بالبيكن برضه ما بحبوش، هاخد برجر بالجبنة. أيوة صح شيخ خنزير. شوف بص الزحمة، زحمة بس. فايف جايز يا جدعان اشهر مطعم برجر في العالم، يعتبر في امريكا وفي دبي وفي اشهر مكان في العالم، وبيقول ان هو اجمد برجر في العالم، فهنجرب. سمعتوا الكلام ده؟ انا يعني صراحة متشوق، يعني اشوف ايه اللي هيحصل من فايف جايز، بسمع عنه بقالي كتير قوي، يعني اتمنى ان هو ما يخيبش امالي. بس انت كل في ايه مش ده؟ بس انت alles doppelt haben. يا يا يا. Du kannst haben es kann. يا ابن اللذيذ ولا. من احلى الحاجات هنا بقى فايف جايز اللي انا اكتشفتها واللي مهاب قال لي عليها، ان انت بتاخد كوبايه زي دي كده تحطها هنا وتختار اي نوع انت عاوزه باي معدل كميه انت عاوزها. انا بحب الكولا زيرو، في بالليمون فانيليا، انا هاخد بالليمون. اديني اديني. انا اخدتها ببلاش، هو اخدها بفلوس. المفروض البرجر لوحده ب 9 يورو ونص، تشيز برجر مع يالبينوس 9 يورو ونص، ودي المفروض ب 4 يورو ونص بس تملاها زي ما انت عاوز. انا الراجل اداها لي ببلاش، اداها لي مهاب. فايف جايز اهو اللحظه الحاسمه، نشوف فايف جايز ده بيقول ايه. انت بعت الاول ايه كده؟ انت هو انا مش عارف، هو متعجن. دي المناديل. هو ايه ده؟ ده ب 9 يورو ولا ب 10 يورو؟ في ايه؟ انا حاسس ان في عركه، فاهم؟ حاسس في زحمه كده. اوكي. ونقول بسم الله على الفايف جايز. بسم الله. بط زهل. بص بقى انا كده يوم انتهى، انا كده كرهت الساندوتش، انا كده يوم انتهى. شت يلا هنا. طب دي جوه مش مشكله، نام مسحنا كمان يا عم. تم تم يوتيوب اهم يا عم. يا عم اليوتيوب ما بيجيبش فلوس يا عم. على رايك. اه الصراحه، الصراحه بالنسبه لي برجر عادي ما يستاهلش ضجه الفايف جايز، بس مش وحش. مش وحش لا، بس بس عادي يعني. اه هو عادي، ما فيهوش حاجه، مش حاسس بحاجه مميزه اوفر. الناس بتقعد تعمل ريتنج. لا يعني مثلا برجر كينج فيه طعم الفحم مثلا او الشوي او كده، ماكدونالدز برضه فيه طعم مميز، هو بس تلاقيه عند ماكدونالدز، انما ده انا حاسس ان انا اكلته قبل كده. اه مظبوط. المكان اللي جاي ده بقى حكايته حكايه، رويال دونتس الاشهر في العالم، او اللي هيبقى الاشهر في العالم قريب جدا. المكان ده بقى له 3 سنين بالظبط، من سنه ونص بس بقى عنده اكتر من 150 فرع حوالين العالم، مع ان اسعاره مش رخيصه بس حاجته مميزه جدا. ولما رحنا اتفاجئنا بعدد الناس المهول اللي واقف بره المطعم، فضلنا واقفين تقريبا نص ساعه بس على ما عرفنا ندخل. بس هل يستاهل كل الضجه اللي معموله عليه دي؟ دي بقى هنعرفها في اخر الفيديو. ده طابور، طابور من الناحيه بتاعتنا كده وطابور من الناحيه اللي جايه كده. ايه يا جدعان، احنا نقف ساعتين عشان ناكل دوناتس؟ لازم نجرب بقى نشوف. هتخش ولا ايش حاجه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه الناس دي كلها؟ تفهم فيها بقى ايش فيلم؟ يا ناصر اوكي. قلت ان انا يوتيوب فيديو بروبيرن. يا جماعه جماعه شفتوا ماتش شوكولاته؟ يا ازو نوتيلا ماجي. يا möchtet ihr noch diesen peanut butter cookie dough probieren? Da möchte noch so eine Spritze so drauf. المنظر فظيع هنا يا جماعه، اقسم بالله فظيع. افتح لي كده البتاع ده جاهز. اه بس بالراحه، الله يخليك بالراحه. ايوه راح عشان قلبي.
هي الابر دي انا عضل ولا ايه؟ ايه يا بوبوس ده؟ بقول لك لما تيجي ناكل دلوقتي. لا يا بوبوس دي في اخر الفيديو، اللي عاوز يعيش معانا مرحله الانتحار بالسكر دي يستنى بقى لحد اخر الفيديو. بصوا بقى انا دلوقتي زعلت جامد بقى، قول لي زعلت ليه يا منام؟ اقول لك زعلت عشان المحل اللي انا مستنيه من اول الفيديو لحد اخر الفيديو قافل. انا زعلان جامد. انا في حد بص لي في الطلعه، انا على طول امي تقول لي انت منظور يالا يا محمد يالا، بس انا ما بصدقهاش. انا في حد بص لي في الطلعه دي. طيب احنا بعد مباحثات عميقه يعني وسالنا الناس الخبراء في فرانكفورت المعلم ده وكيمو، قالوا لنا ان في محل بتاع فرايد تشيكن يعني حلو كده، حاجه عداله يعني. انا شفت الصور الصراحه حاجه فخيمه فخيمه قوي يا استاذ على الاخر يعني. طيب احنا عايزين ناكل الدونتس. طيب عشان اكتر من كده هتعب. ده المفروض تشيكن برجر. بص 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 شكل العيش بالله عليك، ده شكل العيش ده بتاع الصوره بس. ده العيش ده انا مش بشوفه في الصور، انا ما شفتوش الحقيقه قبل كده، انا بس بشوفه في الصوره العيش ده. والله 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 بقول لك ايه، ما تروح يا مينا انت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ايه ده كده؟ واو وده ايه ده؟ ده قله ادب وسفاهه وحقاره وعدم اخلاق وعدم ربايه. بص والله العظيم بص السندوتش عامل ازاي يا جدعان. الواد بيموت يا جدعان، بس استوعب اللي بيحصل. الوحدان اللي انا مش حاسه بقالي زمان باظت خالص. يقول لك ايه؟ واو وات ذا هيل مان دامت. والله فيري تيستي، فيري 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 تيستي. العيش طازه جدا. بص انا مبسوط قوي بالتجربه. الفراخ كريسبي ومن جوه طريه، الخس طازه، الصوصات اللي محطوطه جامد جامد. ده كان اختياري، المطعم ده اختياري. بس عاوز اوريكم المنظر. بص شايف شايف؟ واو 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 من اللي قلبك يحبه. بص كده الكلام ده شايف؟ دي قطع فراخ وجبنه عليها وتحت فيه ايه؟ مكرونه. مكرونه، قطع فراخ وجبنه ومكرونه. انا ممكن ادوق بعد اذنك؟ انت ممكن تقتلني وتاكل. استاذني بس هي فرولة. لو بص بقى، واحد شاطر في الفراخ ايه اللي يخليه يروح يلعب بره؟ ما خليك في الفراخ بتاعتك. الفراخ اللي يقول عليها كلمه يبقى قطع لسانه والله. وكل اللي انتوا شفتوه من المطعم ده كان ب 35 يورو. نخش على اللي بعده. طب احنا دلوقتي هنقسم دول كده الاجزاء، وكل واحد هياخد نص عشان نجرب كلنا كل الاطعمه ونشوف ايه اللي هيحصل. انا من الصبح مستني اللحظه دي الصراحه يعني. الصراحه يعني الابر دي المفروض واحده فيها نوتيلا وواحده بوينو وتحشي بقى. اول حاجه اخدناها هي الاوريوز، عليها اوريوز من بره متفرفته، والصوص بتاع الاوريوز اللي جواها برده من بره ومن جوه، يعني لما تضغط عليها الصوص الابيض ده جوه، فاهم؟ ناخد كده حته من غير اوريو على الوش الاول، يعني من غير البسكوت على الوش الاول، ونقول بسم الله. خش بس من غير تحويه، حد غير يدوب. مرحلة وهي سادة؟ اه بس قول لنا رأيك في المرحلة السادة. المرحلة بإيه؟ ممكن أصور بتاعتي. اشحن يا ريس، احقن احقن. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يلا بتاع بتنزل يلا. ده بتنزل نوتيلا. يلا اوه انت لا الحشو فاكر. انا كده اتغفلت بقى يعني. هم جربوا بالحشو، انا جربت من غير حشو. من غير حشو الصراحة عادي، زيه زي أي دونتس أكلته قبل كده، بس بس مع الحشو انا كده متضايق يعني. خش على اللي بعده. بص قلب البتاع، بص متغرقه. الله متغرقه. متغرقه ايه؟ متغرقه بينات بقر. بقر. جرب نصها من غير حشو. حته الفراوله اللي من فوق ايه؟ فريش فريش فريش. حلو. هو حلو بزياده. انا بالنسبه لي ده حلو بزياده. ده حلو قوي. يعني حلو بيضايق. وريني بقى الحشو بقى عشان نزود الحلاوه. انا هحط الحشو من يزود الحلاوه. من... انت شايف انت بتصور ايه يا كابتن؟ انت طالع شربك طالع. واو واو ده استنى بقى ما تحرقليش بقى، ما تحرقليش بقى. خش بقى. سو ويرد. طب ايه؟ ممكن ابوسك وانت بتاكل.
بحس ان انا هيجي لي اخماع على الطريق. انا حاسس ان انا سخنت. هيجي لي اخماع على الطريق النهارده. انا سخنت. شكله مش زي اي دونت بصراحه. نفس طبقات الفطير شايفين من جوه بيبوظ ازاي؟ ده بيبوظ من قبل ما نحط فيه حاجه. انت شايف البظه؟ بقول لك انت عندك حق. طبقات مش دونت زي اي حاجه. هو عنده كده وكده، دي دونت عادي. طب اسمها ايه؟ واو. دي فول مش عارف ايه. دي حلوه، دي حلوه. سكرها مش قوي. أيوة. سكرها مش زياده. انا بالنسبه لي السكر الزياده بيضايقني. ده اختراع، مش عايز يبقى فرانشايز. واحده حشو ونوتيلا يا جماعه مع البوينو. انا حاسس ان هيجي لي هارت اتاك بعد القطمه دي. ولا ايه سفاح.